عليكم بمشاهدة هذا الفيلم عن السلطة القضائية والوزراء. تحكم عليكم بالإعدام بتهم قتل مواطن بريء. تحكم عليك بالسجن المؤبد. سنستدعي الآن شاهدا. تصدر السلطة القضائية القوانين وأحكام على المخالفين على أساس أن يكون المتهم قاتلا أو سارقا أو شيئا من هذا القبيل، وتقام محكمة عادلة لتحديد إن كان المتهم بريئا أو مذنبا. نظام القضاء هو حجر الأساس في تحقيق وإقامة العدل من جميع الناس. تدافع هذه السلطة عن حقوق المواطنين كما تكفل القوانين، وتسلط السلطة القضائية هي من نزاهة تكافؤ الفرص. الطلاب، إن السلطة القضائية تصدر أحكام باسم الشعب وتنفذها باسم رئيس الجمهورية، كما أن القضاة مستقلون ولا سلطة عليهم في قضائهم غير القانون، وتسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من القضاة الأعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون. المهمات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترك والنقل والتأديب يسهل على تحقيقها مجلس أعلى للقضاة يضبط القانون تركيبه واختصاصاته. وزراء بيقسم شخص اسمه رئيس الحكومة، هو بيتولى المنصب وبتكلم عنهم بالبلدان المجاورة، هو كمان بيحدد القوانين اللي حيضعها بالحكومة وعلى الوزراء التالية والنواب. كريم ترجع اشرح له، مش عم يفهم علي. هناك بعض الوزراء الذين يترأسون عدة وزارات، والبعض منهم وزير الصحة، وزير المالية، وزير الخارجية، وزير الداخلية، وزير العدل، وزير الثقافة. هلأ فهمت؟ هلأ عرفت. أنا وزير الثقافة وأضع المناهج المدرسية وأحدد مواعيد الامتحانات الحكومية، ننظم المدارس والجامعات المعترف بها قانونيا. أنا وزير المالية وأنا أستلم جميع التحويلات المالية الداخلية والخارجية. أنا وزير الخارجية وأجري الاتصالات اللازمة مع السفراء والوزراء في الخارج. وزير الصحة وأستلم جميع التحويلات على أدوية تدخل البلاد أو تذهب إلى خارجها. وزير الداخلية أي وزير الأمن، وأنا أنظم الأمن في البلاد لتصبح آمنة وأكثر تنظيما. أنا وزير العدل وأنا أقوم بتشوير القوانين وأدعى على كل محكمة محامي بعد أن كنت وضعت الشروط عليه. سنتحدث اليوم عن استقالة الحكومة. تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية: إذا استقال رئيسها، إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها، بوفاة رئيسها عند نشر الثقة منها من قبل المجلس النيابي مبادرة منه أو بناء على طرحها للثقة. والآن المادة 70 في الدستور اللبناني، لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. فهمتي يا شباب؟ خليني اشرح لك احسن. انا
وزير الثقافة وأضع أنا وزير الثقافة وأضع قبل المجلس النيابي ومبادرة منه أو لا سأتحدث اليوم عن استقالة الحكومة.